فرح ومرح ورقص وغناء، كان أبطاله أطفال مدينة مرزق على خشبة منتزه المرح العائلي في مدينة هون، حضور غفير في الحفل الفني الشعبي الذي أقامه نادي برعم المحبة بهون ومنتدى ضياء السلام بالمنطقة الجنوبية، بالتعاون مع نادي البراعم المحبة بمدينة هون، بإقامة حلقات متنوعة من التراث، من الموسيقى والشعر والرسم، جميع المجالات الفنية، من أجل دعم النفسي لأطفالنا من ضواحي الجنوب. الحفل هدف من خلال عروضه إدخال البهجة والسرور على جميع أطفال وعائلات مدينة مرزق النازحين في مدينة هون. طبعا كيف من نبني أمل أحلام أولادنا ونبني السلام مع أخواننا، طبعا ونتمنى لوطننا، نتمنى لليبيا ترجع وتنبني بأصوات الأطفال وأحلامهم. مثل هذه الحفلات والأجواء تبعث بالبهجة والأمل في نفوس الأطفال والعائلات من مدينة مرزق، نظرا للظروف التي يعانوها ونزوحهم من مدينتهم.